بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نعرض على فضيلة شيخنا بقية الأسئلة التي لم تعرض على الشيخ من قبل. هذا سائل يقول: ما توجيهكم لمن يقول بأن بلادنا الأندونيسية ليست من بلاد الإسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يحتاج أن يعرض على مستشفى، يعني إذا كان هذا البلد بمن فيه من المسلمين والحاكم المسلم ويقول أنه ليس ببلد إسلام، هذا يراجع في عقله. وما أكثر يعني ما نسمع من مثل هذه الأقوال التي مرجعها لا نقول إلى ضعف العلم بل إلى ضعف العقول. وهذا يذكرني بمقالة لشاب أفريقي كان من ضمن طلاب الذين كنا نناصحهم، كان يقول إن أفريقيا كلها كافرة، قارة كاملة كفرها في مجلس واحد. قلت: أراهم يأتون ويصلون ويحجون؟ قال: منافقون. قال: هذا نفاق كله. فانظروا إلى الجرأة، يعني هذا يكفر قارة كاملة. وهذا البلد كم عدد الآن أندونيسيا؟ كم عدد المسلمين؟ 200 مليون. كم نسبة المسلمين؟ 80%. يعني كل هؤلاء الآن يقول أن هذا ليس ببلد مسلم، الأكثرية مسلمون. إقامة الشعائر في هذا البلد، إقامة الصلوات، إقامة الدين، ومع هذا يحكم على هذا البلد بأنه ليس ببلد إسلام. هذه من جرأة هؤلاء على تكفير، لا نقول الأفراد بل تكفير المجتمعات بل تكفير الدول، فلا تبالوا بهذا الأمر. وكلما يعني زاد الغلو في التكفير والإغراق في التكفير وفي الطعن في المسلمين، كلما ظهرت الفتنة وعرفها القاصي والداني. يقول السائل: إذا أمر الحاكم الرعية بأن يشتروا شيئا لنفسه أو لأهله، هل يجب طاعتهم؟ أعد. إذا أمر الحاكم الرعية بأن يشتروا شيئا لنفس الحاكم أو لأهله، هل يجب طاعته؟ هذه الأمور إذا كان يعني أوجب عليهم في أموالهم ما لا يجب عليهم لمصلحة خاصة تتعلق به، فلا يجب عليهم أن يطيعوه في محرم، وهو يعني أخذ أموال الناس بالباطل. لكن نقول: من بذل ماله من أجل أن لا يتعرض لضرر أو لمساءلة فيدرأ يعني عن عرضه بماله، فهذا له أن يعطي ماله من شاء. لو طلبه رجل من عامة الناس وسأله مالا قال: أعطني واشتري لي، وأعطاه واشترى له، فهذا يعني له أن يفعل ذلك، لكن لا يجب عليه، لا يجب عليه أن يبذل ماله إلا بوجه حق. فإذا طلب منه من حاكم ومن غيره فلا يجب عليه، لكن إن بذل ماله وأعطى ماله دون عرضه وخشية أن يلحقه ضرر فهذا له. يقول: ما حكم أداء الحج أو العمرة بالبطاقة الشخصية أو جواز السفر المزور؟ ما يجوز، هذا يتوصل إلى العبادة بوسيلة محرمة، فلا يجوز التزوير الجواز ولا البطاقة
وإنما يبذل الأسباب الشرعية في الحج والأسباب أيضا المادية، فإذا تمكن الحمد لله، إذا لم يتمكن فهو معذور. بعض مدراء المعاهد من أجل مصلحة يراها يضع لمنسوب المعهد بعض الأنظمة، منها إلزام الطلاب بالصلاة النافلة، أو إلزام المدرسين أو الموظفين بحضور مجالس العلم في المعهد أو خارجه. نرجو توجيهكم في ذلك. أما إلزام الطلاب بصلاة لا تجب عليهم أو نافلة من النوافل في العبادات، فإن هذا لا يجوز، لا يجوز أن نوجب على الناس ما لم يوجبه الله عليهم. وأما حث الطلاب على هذا الأمر هذا طيب، وأما إلزامهم بالدروس إذا أقيمت دروس ومحاضرات له أن يلزم، لأن هذا من طلب العلم، وهؤلاء جاءوا لطلب العلم، مثل ما يلزمهم بالدروس في مقاعد الدراسة. إذا انتسبت إلى المعهد لازم تلتزم بنظام المعهد، وهذه المحاضرات وهذه الدروس يوجب المعهد على طلبته أن يحضروها. فمن انتسب إلى إدارة وكان لهذه الإدارة نظام أو لهم يعني توجيه معين ينبغي أن يلتزم به. أما العبادات فيما بينهم وبين الله فإنه لا يلزمهم بشيء ما لم يجب عليهم بحكم الشرع. فضيلة الشيخ، بناء على قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كان مرتدا كافرا يستحق العقوبة. بناء على هذا الكلام، فهل يقال للذي يبدئ شخصا ليداري غيره مع علمه بأن المبدع من أهل السنة، هل يقال بأنه قد فعل شيئا مكفرا؟ أعيد السؤال. بناء على قول شيخ الإسلام المذكور، هل يقال للذي يبدئ شخصا من أجل أن يداري غيره مع علمه بأن المبدع من أهل السنة، فهل يقال لهذا الذي يبدئ غيره مدارة أنه قد فعل شيئا مكفرا؟ هذا قريب مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه ذكر أن العالم إذا كان يعرف الحكم بالكتاب والسنة ثم يخالف هذا متابعة للإمام، هذا مثله من يعلم أن فلانا ليس بمبتدع ثم يبدعه رجل سواء كان إمام أو غير إمام فيوافقه على تبديعه مع علمه بأنه ليس بمبتدع، هذا يخشى عليه، لأن المقام هنا ليس مقام من الذي بدع ومن الذي كفر، إنما المقام هنا مقام أن يعرف الرجل حكم الله، يعني يعرف بما لديه من العلم أن فلان ليس بمبتدع، هذا الذي يظهر من السؤال، ثم يبدعه رجل بصرف النظر عن هذا حاكم أو غير حاكم، ثم يجاريه في التبديع، يجاريه في التبديع، فهذا يخشى عليه أن يرد حكم الله وما عرف من شرع الله عز وجل بقول رجل سواء كان حاكما أو غيره، فهذا أمر خطير. فعلى كل حال نحن نحذر إخواننا من هذه الفتن والوقوع في هذه الأمور، والحكم ليس لنا، الأمر لله، لكن هذا الذي يظهر من الأدلة أن من عرف حكم الله ودين الله ثم قال بخلافه وهو يعتقد أن هذا قول الله عز وجل هذا خطير. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب له كلمة يقول: أنا لا أكفر إلا من عرف أن هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم وصد عنه، وعرف أن هذا دين المشركين واتبعه ودعا إليه. يعني واضح أن رجل يعرف الحق في مسألة التوحيد ويعرف قول المشركين ويقول بقول المشركين. وكذلك ذكر العلماء هذا في مسألة تحريم الحلال واستباحة المحرم، وهذا معروف عند أهل العلم أنه كفر، أنه كفر من استباح المحرم أو حرم ما أباح الله، إن هذا كفر.
لماذا؟ لأنه غير حكم الله وقال إن هذا هو الحكم مع معرفته بالحكم. كذلك كما أن الأحكام تتنزل على المسائل تتنزل على الأشخاص، ولهذا في الحديث من قال لأخيه كافر أو منافق فقد باء بها أحدهما. لماذا؟ قال بعض أهل العلم إن هذا قد يصل إلى الكفر الأكبر، لأنه يعلم أن فلان مسلم ويقول كافر، وكأنه ينسب الإسلام للكفر. هذا الأمر خطير. على كل حال نحن نخوف إخواننا ونخاف على أنفسنا من هذا الأمر، والحكم لله عز وجل، لكن الأمر خطير. قد يتكلم الرجل بالكلمة كما جاء في الحديث لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. فالمسلم إذا عرف دين الله وعرف شرع الله سواء ما يتعلق بالمسائل أو بالأحكام على المعينين، مثل أن تعلم أن هذا مؤمن كيف تفسقه، تعلم أن هذا كافر كيف تقول هذا مسلم، تعلم أن هذا سني كيف تبدعه، تعلم أن هذا مبتدع كيف تقول سني. فهذه أمور أنت معذور فيما خفي عليك، لكن المصيبة أن يعلم الإنسان الحق ويتركه لقول قائل مقلدا له متبعا له فيما يعلم أنه باطل. نعم. شيخنا المبارك، هل تنصحون بقراءة كتاب الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة للشيخ عبد الله الدميجي جزاكم الله خيرا؟ كتاب الإمامة العظمى أنا اطلعت عليه من وقت طويل، فيه أخطاء وفيه مخالفات ولا أدري هل عدلت أم لا، فحسب اطلاعي القديم أن هناك فيه أشياء مخالفة لمنهج أهل السنة، ولا أدري هل صوب الكتاب أم لا في طبعات، لأن أحيانا يستدرك المؤلف. فالذي اطلعت عليه في الطبعات القديمة من الكتاب فيه ملاحظات، ولهذا نخشى أن ينتقل الخطأ لطلاب العلم. نعم. يقول السائل: أمير منطقة جاكرتا وهو نصراني صدر منه كلام فيه استهزاء للقرآن، فأخذت القضية الرأي العام ودفعت ملايين من المسلمين للخروج إلى الشوارع والمطالبة بمحاكمته، والمجالس القضائية تستمر هذه الأيام. والسؤال: ما توجيهكم للشعب الأندونيسي في حالة تبرئة هذا النصراني من الدعوة والتهمة وجزاكم الله خيرا؟ نحن لا نسبق الأحداث، لماذا نتعجل الأحداث؟ نرجو خيرا، نرجو أن يصدر يعني ما يرفع الظلم على المسلمين وعلى الاستهزاء بكتاب الله عز وجل، فنرجو أن يوفق الدولة لخير في هذا ولا نتعجل الأمور. نعم. كنت موظفا للحكومة وكنت أعمل سريعا حتى انتهيت من العمل الذي يجب علي قبل الوقت، ولم يكن عندي شيء من العمل بعد ذلك، فهل يجوز لي أن أصلي الضحى أو أقرأ القرآن أو أقرأ الكتب الإسلامية؟ نعم، إذا كنت في مكان العمل بحيث لو قدم مراجع أنت تشعر به ويعلم أنك موجود ولا يؤثر هذا على العمل لا بأس، أما إذا كنت تترك المكان لمكان بعيد وقد يأتي مراجع، إذا كان عملك يتعلق بمراجعة الموظفين مراجعة المراجعين، لأنه قد يأتي في وقت خروجك فيظن أنك غير موجود فيرجع، فهذا لا ينبغي مغادرة المكان. وأما إذا كان عملك لا يتعلق بمراجعة مراجعين وإنما هو عمل كتابي وأنجزت الذي عندك بقي عندك فراغ في الوقت، فلا بأس أن تصلي وتقرأ القرآن تذكر الله
لأنك في وقت فراغ أديت الذي عليك. أما بعض الموظفين الذي لديه مراجعين كلما ذهب مراجع قد يأتي آخر، فلا يقول خلاص لا يوجد عندي مراجع، لأنه بعد دقائق قد يأتي مراجع يبحث عن موظف فلا يجده كما تعلمون، فهذا يختلف بحسب الحال. فضيلة الشيخين أحسن الله إليكم، نظام الدولة عندنا يحدد أن من أيام الإجازة للعمل والمدرسة هو يوم ميلاد عيسى عليه السلام ويوم ميلاد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويوم ذكرى الإسراء والمعراج، فما وبعض مؤسسات التعليمية الأهلية أصرت على مخالفة هذا النظام، أي نظام أيام الإجازة، ما حكم ما يفعل تلك المؤسسات التعليمية أفيدونا أثابكم الله؟ أما بالنسبة للدولة إذا وضعت إجازة معينة يعني وألزمت الناس بها ليس لهم أن يثيروا فتن بهذا، ويناصحوا ولاة الأمر في هذه الأمور، ولكن ليس عليهم أن يخالفوا ما وجهوا إليه مع مناصحة ولي الأمر. وأما المؤسسات الأهلية فإذا كان هذا الأمر يرجع إليهم في اختيار الإجازات فنعم نحن نؤيدهم في أن تكون المناسبات التي يعطون فيها الإجازة الشرعية، وأن لا يوافقوا الكفار وأهل البدع على مناسباتهم وإجازاتهم. وإذا منعهم ولي الأمر من هذا فعليهم أن يمتنعوا كما يمتنع الأفراد من المخالفة في هذا الأمر، لكن على الجميع المناصحة لولاة الأمر حتى لا يترتب على هذا أن تغلق هذه المؤسسات والمدارس ويصبح الأمر يعني له مردود يعني أسوأ وأشد مما يعني من وجود هذه المخالفة. فهذه هذه الأمور ترجع إلى المقارنة بين المصالح والمفاسد، المصالح الشرعية والمفاسد المترتبة على هذه الأمور. أحسن الله إليكم، يقول السائل: النظام في بلدنا إن إجازة العمل والمدرسة هي يوم الأحد أو يوم السبت والأحد، لكن بعض مؤسسات التعليم الأهلية قرر بأن يوم الإجازة عندنا عندها هو يوم الجمعة ولها في ذلك حرية، فما حكم الالتزام بنظام البلد في مثل هذه المسائل؟ تقدمت الإجابة على هذا السؤال. إذا أنهم جعل لهم يعني حق اختيار الإجازة واختاروا إجازة يوم الجمعة ليتفرغ الناس للصلاة فهذا طيب، وإذا منعوا من ذلك بالنظام وقال هذا مخالف للنظام فعليهم أن يلتزموا بالنظام حتى لا تغلق هذه المؤسسات ولا يترتب عليها ضياع هذه المؤسسات. فهذا يختلف بحسب النظام، إذا أذن لهم بذلك فهذا طيب، وعليهم أن يلتزموا بالإجازات أن تكون شرعية وموافقة لما عليه المسلمون. فضيلة الشيخ، هل رئيس الشركة يعتبر ولي الأمر للموظفين؟ إذا ألزم رئيس الشركة الموظفين بألا يسبلوا في إزارهم فهل يجب عليهم اتباعه، لا سيما لمن يرى أن الإسبال جائز لغير الخيلاء؟ لو أمرهم رجل في الطريق ما هو رئيس الشركة وقال للمسبلين لا تسبلوا يجب عليهم طاعته، ما هو رئيس الشركة ولا رئيس دولة، رجل عامي في الطريق رأى أحد المسبلين قال له اتق الله ولا تسبل يجب عليهم أن يطيعوه، لأنه يأمر بواجب شرعي، يأمر بواجب شرعي. فهذه الواجبات الشرعية يجب على الناس أن يمتثلوها بحكم الشرع، فإذا وجههم موجه سواء مسؤول في شركة أو في غيره فإن هذا يتأكد الأمر بتوجيه الموجه لهم على هذا الأمر. أما الشركات الأهلية ليست كالإدارات الحكومية، ليس لها حكم ولاة الأمور، وإنما هي لها حكم يعني المعاملة بين صاحب العمل والأجير، يعني أن هذه ليست مؤسسات حكومية، هذه مؤسسات تجارية أهلية، فصاحب الشركة هو صاحب المال صاحب الشركة، فهذا ينبغي له أن يضع الأنظمة لشركته
وإذا يعني وضع عقد بين صاحب الشركة وبين الموظف عليه أن يلتزم بالعقود التي بينه وبين صاحب الشركة. أما كون يعني رئيس الشركة يوجه الناس في أمور شرعية افعل ولا تفعل، فهذا ليس له علاقة بهذه الأمور، بخلاف ولي الأمر فإنه يجتهد في هذه الأمور. لكن نقول رئيس الشركة لو وجههم لما يجب عليهم فإنهم يطيعوه، ليس طاعة لرئيس الشركة، بل لو أمرهم عامي من عوام المسلمين أمرهم بالطاعة الواجبة عليهم يجب عليهم أن يمتثلوا ما أوجب الله عليهم. سائل يقول: ما الحكمة من إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الموقف تجاه الأمراء الظلمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجه أصحابه وكان يكره كثرة الأسئلة ونهى الصحابة عن كثرة السؤال، فلربما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن الإجابة لأنه يرى أن الأولى عدم الإجابة، فإذا ألح عليه فإنه يجيب، وقد يغضب أحياناً كما سأله الناس عن أشياء حتى أصبح بعضهم يسألهم عن نسبه وعن أشياء، فغضب غضباً شديداً وأجابهم على بعض ما سألوه. فهذه الأمور معلومة لدى أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره كثرة السؤال والإلحاح في المسائل، ولهذا كان الصحابة من المهاجرين والأنصار ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم كما تلاحظون في السنة، وإنما كانوا يقولون: جاء أعرابي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولون: كنا نفرح بالرجل العاقل من الأعراب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فينتفعوا بالسؤال والجواب، وأما هم فما كانوا يسألون. نعم. فضيلة الشيخين أحسن الله إليكم، أمر ولي أمرنا في هذا البلد في الماضي بتحديد النسل تحت شعار يكفي في كل أسرة ولدان، فما هو حكم طاعة ولي الأمر في هذا الباب أثابكم الله؟ تحديد النسل من حيث الأصل الشرعي فإنه لا يجوز، يعني بمعنى أن يقال كل أسرة يكفيها اثنان أو ثلاثة أو أقل أو أكثر، بل الشرع جاء بالإكثار من النسل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تكاثروا فإني مضاهن بكم الأمم. لكن إذا أمر ولي الأمر بهذا يكون هذا من أمر ولي الأمر بالمعصية، ولي الأمر بما يخالف الشرع، فلا نثير الفتنة ولكن نناصح. ثم بعد ذلك هل يمتثل هذا الأمر أو لا ينظر للمصالح والمفاسد، فإذا قدر العلماء هنا أن يترتب عليه مفاسد، بمعنى أنه إذا ولد مولود بعد المنع فإنه لا يعطى حقوقه، يترتب على هذا مفاسد، وفي بعض الدول يقولون يقطعون الراتب، ترتب على هذا مفاسد، ينظر إلى المقارنة بين المصالح والمفاسد، وإلا فمن حيث الأصل فإن هذا مخالف للشرع ولا يجب الالتزام به، إلا إذا ترتب على هذا مفاسد، يعني بحيث تكون المفاسد المترتبة عليه يعني أقوى وأعظم من المصلحة المتحققة بوجود النسل، فعند ذلك ينظر إلى هذا، وهذا يكون في حكم الإكراه، يكون في حكم الإكراه على شيء يعذر به الإنسان. نعم. أحسن الله إليكم، ألزمت الدولة بدفع الضريبة، فهل يلزم على الرعية دفعها، وهل يجوز دفعها بالأموال الربوية علما بأن الضريبة محرمة؟ أنا أرجو أن لا تكثروا من الأسئلة عن الأنظمة التي لديكم، ارجعوا إلى أهل العلم في بلادكم هم أدرى بها، ما نتكلم عن كلام عام، ذكرنا أصول عامة للسمع والطاعة لولاة الأمور، وأما هذه المسائل والإكثار منها أنا لا أعرف النظام ولا أعرف خلفيات النظام، وأهل العلم هنا وفيكم من طلاب العلم من أهل العلم الذين هم أعرفوا بالبلد وأعرف بالأنظمة، فارجعوا إليهم. نعم. فضيلة الشيخ، بعض المعاهد يشدد في إلزام الطلبة بحضور صلاة الجماعة بحيث إن من تأخر منهم عن الركعة الأولى يعاقب، فما قولكم في ذلك؟
إيجاب حضور صلاة الجماعة على الطلاب هذا هو المشروع وهو الذي ينبغي، فإن هذا أوجبه الله، ومدير المعهد والمعهد ما أوجب عليهم إلا ما أوجب الله، هذا هو الذي يعني دلت عليه الأدلة. لكن نحن نعلم من دين الله أن لو أن أحدا تأخر عن الركعة الأولى هل يعاقب؟ ما ندري، في تفصيل، قد يعاقب، قد يكون يعني معاقب عند الله أنه تأخر عن الصلاة بلا سبب، وقد يتأخر بسبب. فيصعب الآن أن يقال كل من تأخر عن الركعة الأولى أو الركعة الثانية أو فاتته الصلاة أنه يعاقب، لأن هذا قد يكون له عذر عند الله، مريض، نام، ما استيقظ مع حرصه على الاستيقاظ. فلا ينبغي وضع أنظمة بالمعاقبة على التأخر عن الصلاة، لأن الإنسان قد يعذر. أما إذا عرف من رجل أو طالب أنه متهاون بالصلاة ومتكرر هذا منه ولا يكاد يشهد الصلاة، فهذا لا يشك أنه يظهر عليه التفريط. أما كون إنسان تفوته ركعة أو إنسان تفوته الصلاة في بعض الأوقات، هذا يعرض لكثير من أهل العلم والفضل لوجود أسباب يعني قد تعوق وتحول بين الرجل وبين ما يريد. فلا ينبغي العقوبة على ذلك إلا إذا كان هذا الطالب معروف بتأخره وعدم المبالاة بالصلاة، فعند ذلك يوجه هؤلاء ويعاقبوا إذا استمروا هذا الأمر. أحسن الله إليكم شيخنا، أرجو منكم توضيح وبيان معنى القاعدة الفقهية لا إنكار في المسائل الاجتهادية. نعم، المسائل الاجتهادية كما ذكرنا هي المسائل التي يجتهد فيها العلماء ويختلفون فيها بناء على اختلافهم في فهم النص لا مخالفة النص، يجتهدون في فهم النص يختلفون فيه، فهذه المسائل الخلافية لا إنكار فيها. يعني مثال ذلك الصلاة في وقت النهي، أداء تحية المسجد في وقت النهي، فجاء رجل فدخل المسجد وجلس ولم يصلي، فقام له رجل قال هذا لا يجوز. قال لما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمصلي أن يصلي عند دخول المسجد. فقال له هذه المسألة فيها خلاف، وأنا أخذت بالقول الآخر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في وقت النهي. قال لا، أنت مخالف، هذا الذي لا يجوز، هذه مسألة خلافية، أنت على قول وهو على قول، فالإنكار لا يجوز. لكن إذا جاء جاهل لا يعلم أصلا المسألة وأنت يتحرى لديك قول فيها، فجاء أحد العوام وجلس وأنت ترى الصلاة، قلت له هل صليت؟ قال لا، ما أدري، ما أعرف الحكم. قال له قم فصلي، لأن هذا لا يستند إلى قول عالم، وإنما هو جاهل ينبغي أن يعلم. فيفرق بين الجاهل الذي لا يعلم الحكم أصلا ولا يستند في فعله إلى قول، وبين طالب العلم الذي له اجتهاد. وهناك فرق بين الإنكار والتعليم، الإنكار أن لا تنكر عليه، أما التعليم الناس فنعم يعلم، يعني إذا رأيت يعني إنسان يفعل شيء فهذا ينبغي أن يوجه له. وبهذه المناسبة أنا أحثكم يا أهل إندونيسيا، كثير من الحجاج والزائرين الذين يأتون من بلادكم، وقال لعل بعضكم لاحظ هذا، نلاحظهم في المسجد النبوي بعد صلاة العصر يقومون ويصلون صلاة في وقت النهي ويصلون بعد الفجر، وهذا رأيته يعني شائعا في أهل هذا البلد ويكثر. فينبغي أن تنبهوا الإخوان الذين يقومون على البعثات، أن ينبهوا يعني هؤلاء على هذا الأمر، لأن الشائع، حتى أن لا نكاد يعني نستطيع أن نخرج بين الصفوف لكثرة من يصلي في وقت النهي من هؤلاء، فهذا الأمر ينبه عليه، يعني لأنه أمر شائع يعني فيهم، ولأنهم جهلة لا يستندون لشيء، وهذه ليست أيضا تحية مسجد، وإنما يصلون يتنفلون. نعم.
سائل يقول: جاءتني دعوة للحضور في مناسبة يختلط فيها بين حق وباطل وبين سنة وبدعة، فما حكم حضوري لها بقصد تأليف العوام، علما بأن حضوري لا لأشارك في باطلهم أو بدعتهم، فهل يجوز لي ذلك؟ إذا كنت تأتي في هذه المجالس وتنفع الناس وتعلمهم وترشدهم إلى المسائل التي يخطئون فيها فاحضر وجزاك الله خير، وإذا كنت تحضر وتعين على المخالفة أو تسكت عنها فلا يجوز لك الحضور، وإذا كنت لا تتكلم بهذا ولا بهذا فلا ليس لك الحضور، لأن حضورك لمجلس لا نفع لك فيه ولا نفع للناس في حضورك لأنك ساكت، أما إذا أتيت وانتفع الناس بك وتبين الحق وانتفعوا بك في العلم فإن حضورك خير، لأن هؤلاء لا تترك مجالسهم، لو تركها أهل الخير لتسلط عليها أهل الشر، فحضور أهل العلم الذين يعني لديهم فهم وفقه ولا يستغفلوا، لأن بعض الناس يضعف إذا حضر مثل هذه المجالس يلبس عليه فيكون فطنا عالما حاذقا يعرف متى يتكلم متى يسكت ولا يثير فتنة يوجه الناس، فحضور هؤلاء فيه خير. نعم. فضيلة الشيخ أثابكم الله، كما تفضلتم أن مناصحة ولاة الأمور تكون سرا، ولكن هناك من يقول من الدعاة أنه قد يكون المناصحة علنا في بعض الأحيان، مستدلا بفعل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حينما أنكر على مروان بن الحكم عندما قدم الخطبة على الصلاة في العيد، فما هو الجواب؟ أولا لا يجوز الاستدلال بفعل رجل غير النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل في الكتاب والسنة، لا يجوز أن يستدل بفعل رجل ولو كان من الصحابة، لكن قد يقال أن هذا القول أو هذا الفعل لصحابي يعني أنه من أهل القدوة يقتدى بهم، أما الاستدلال لا يجوز الاستدلال إلا بدليل من الكتاب والسنة أو الإجماع، هذه هي الأدلة، ذكر شيخ الإسلام بن تيمية في الواسطية أن أهل السنة يقيمون الأمور ويعيدونها إلى هذه الأصول الكتاب والسنة والإجماع، أما فعل الصحابة رضي الله عنهم فإنه هم أهل قدوة ويقتدى بهم ولكن لا يكون دليلا، فهذا محمول على أن المقام هنا لا يمكن التأجيل، لأن المقام مقام المخالفة، ولو أخر النصح لم يحصل بذلك النفع، فأراد أن يبين وهو في المسجد فيحمل على هذا، ويحمل أيضا على أن من الصحابة، الصحابة لهم من المنزلة والمكانة بحيث لا يتجرأ عليهم، فلهم منزلة ومقام، ولهذا ذكر بعض العلماء أنه إذا ترجح لدى العالم حتى لو كان الإنكار في ملأ ممن له منزلة وهيبة ومكان عند ولاة الأمور وعند الناس وتكلم وانتفع الناس بكلامه ولم يحصل بهذا فتنة يجوز كما هو معروف، لكن لا يكون هذا لغيره، لأن قد تكون فتنة وقد هذا يتعرض لقتل أو لسجن أو فيكون قد جنى على نفسه، فعلى كل حال الأصل هو عدم الإنكار، وإذا صدر شيء من السلف ينبغي أن يرجع لأهل العلم في فقه هذا المقام وفي فقه هذا الفعل من أحد السلف. شيخنا بارك الله فيكم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمر عليكم عبد مجدأ أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا، أخرجه مسلم. هل قول النبي صلى الله عليه وسلم يقودكم بكتاب الله هذا تقييد للأحاديث التي أمرت بطاعة أولي الأمر؟ الأحاديث التي أمرت بطاعة ولاة الأمر ليست هي أحاديث مجرد الأمر فيها بالطاعة فقط، بل جاءت الأحاديث مبينة أنه يحصل تغيير وتبديل، قال: تعرفون منهم وتنكرون، وقال: وإن جلد ظهرك وإن أخذ مالك، فبينت، فهذا من
أحيانا لا ندري هل هو من الهوى أم يقولون هذا نصا مقيد، مقيد لعموم الأدلة، الأدلة بينت فصلت، فهذا لا يمكن أن يقال أنه مقيد للأدلة التي فصلت في موطن النزاع. موطن النزاع ما هو؟ وجود حاكم حصل منه تغيير وتبديل ونعرف منه وننكر، هل يعني يخرج عليه بيقال أنه لم يقد الناس بالكتاب والسنة بمفهوم هذا الحديث، أو أنه يسلك معه المسلك الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، هذا نص في المسألة. فهذه المسألة واضحة وبينة والنصوص فيها متضافرة، بين النبي صلى الله عليه وسلم يعني متى يسمع ويطاع للإمام وفي أي شيء يسمع، وإذا حصل من الإمام تقصير في الدين ما هو المسلك في مناصحته، ومتى يكون الخروج، وما حد الخروج، وما هي شروط الخروج، كلها بينتها الأدلة. فالمسألة هنا ليس فيها يعني حديث أو حديثان ويقيد عموم الأدلة بنص آخر، بل الأدلة في هذا الباب جاءت متضافرة مفصلة لكل هذه الأحوال، واشتمل كتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم على جانب كبير من هذه الأحاديث التي فيها ضوابط شرعية عظيمة في هذا الباب. وأما هذا الأمر فقال يقودكم بكتاب الله، لأن هذا هو الأصل في الحاكم أنه يقود الأمة بكتاب الله، لكن إن لم يحصل أن يقود الأمة بكتاب الله هل يخرج عليه؟ جاءت الأدلة الأخرى مبينة لهذا الأمر. نعتذر من الإخوة من عدم تمكن لعرض باقي الأسئلة لضيق الوقت، وقد جاء أوان اختتام هذه الدورة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير البريات خاتم النبوة والرسالات. أما بعد، أيها الحضور الكرام، إن الدورة الثالثة التي نظمها معهد الإمام البخاري بداية من 25 إلى 28 من ربيع الآخر عام 1438 من الهجرة النبوية، الموافق بالرابع والعشرين إلى 27 عام 2017 ميلادية، قد تابعناها وسمعنا شرح الشيخ لرسالته القيمة الإحكام في سبر أحوال الحكام وما يشرع للرعية فيها من الأحكام، وانتهينا منه، ومرت أيامها ولياليها سريعة لا بطيئة ولا تواني، وتمتعنا بها كأنها دقائق وثواني. أيها الحضور الكرام، ها نحن الآن في آخر برامج الدورة، وهو حفل اختتام هذه الدورة، لذا أقرأ لكم ترتيب برامج اختتام لهذه الدورة. أولا، كلمة سألقيها فضيلة مدير معهد الإمام البخاري الأستاذ الفاضل الأستاذ فائز أحمد فائز أسف الدين، وثانيا كلمة سألقيها فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم ابن عامر الرحالي حفظه الله تعالى. والآن نستمع إلى كلمة فضيلة مدير معهد الإمام البخاري الأستاذ الفاضل الأستاذ أحمد فائز أسف الدين حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الحضور المبارك، في هذه المناسبة نشكر الله جل وعلا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، نعمة الإسلام
نعمة الإيمان، نعمة السنة، ونعم أخرى تتابع وتطرا، ومن تلك النعم نعمة تلقي العلم على يد أحد المشايخ من أهل العلم، وإن كانت مدة التلقي قصيرة ولكن الفوائد عظيمة إن شاء الله تعالى. فيجب شكر الله على هذه النعم العظيمة كما يجب شكر من على يديه تلقينا هذا العلم النافع، فإنه لم يشكر الله من لم يشكر الناس. ففي هذه المناسبة نقدم الشكر والتقدير لفضيلة شيخنا الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية، فإن فضيلته قد بذل جهدا مباركا فصبر على ترك البلاد والأولاد وعلى قطع المسافة البعيدة من أجل حبه إلى لقائنا وإلى تربيتنا تربية علمية أخلاقية سلفية. فنقول جزاه الله عنا خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل ذلك منه ويجعله في ميزان حسناته أضعافا مضاعفة. ثم نقدم الشكر أيضا للإخوة المشاركين على جدهم واجتهادهم للمشاركة الفعالة في هذه الدورة، فنهنئكم على ما قد تحصلتم من الفوائد العلمية تتعلق بواجبنا نحو الحكام. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا أن نقوم بسد كل وسائل الفتن وتوجيه المسلمين نحو ما يوافق منهج الحق في العبادة التي خلقوا من أجلها. ثم كذلك نقدم الشكر لإذاعة الرجاء على ما بذلوا من الجهود المشكورة في تسجيل كل نشاط في هذه الدورة، فنسأل الله عز وجل أن يبارك لهم في الجهود ويجعلها في ميزان حسناتهم. كما نقدم الشكر أيضا للمحسنين الذين يقومون بدعم هذه الدورة بقدرتهم المالية وغير المالية، فجزاهم الله خير الجزاء وبارك لهم في أموالهم وذرياتهم. أما الإخوة القائمين بتنظيم هذه الدورة وتنفيذها فأقول شكرا لكم وجزاكم الله خيرا على ما بذلتم من الجهود المباركة في سبيل إنجاح هذه الدورة، وقد نجحت بفضل الله ومنته، فنشكر الله الذي بنعمته تتم الصالحات. وأخيرا نعتذر إلى الجميع كل التقصير في سبيل خدمة هذا البرنامج. وقبل أن نفترق في الله نستمع إلى الكلمات والتوجيهات من فضيلة شيخنا الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله ورعاه، وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاه الله خيرا على ما ألقى مدير معهد الإمام البخاري حفظ الله تعالى. والآن أيها الحضور نستمع إلى كلمة الشيخ الدكتور إبراهيم ابن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحمد الله إليكم كما جمعنا في هذا المجلس من مجالس العلم، وها نحن نختم الكتاب الذي كنا بصدد التعليق عليه، ونحن في سلامة وعافية، قلوبنا مجتمعة على طاعة الله وعلى درس نرجو ونؤمل
أن يكون في باب عظيم وقد سد شيئا من العلم في هذا الباب، وإن كان العلم لا يدرك كله في مثل هذه المجالس، ولكن ما حصل فيه خير، وأحمد الله على هذه النعم العظيمة، وهو أن هيأنا معشر طلاب العلم لطلب العلم وللدعوة إلى الله، ووفقنا لخير كثير نضعف عنه بجهودنا وبحولنا وقوتنا، لكن ربنا كريم وقد عودنا الفضل، عملنا ضعيف وقليل وإحسانه عظيم وجزيل، كما أخبر الله تبارك وتعالى عن نفسه قال: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، قال: ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هروة. فلاحظوا كل ما نتقرب به إلى الله فتقربه إلينا أعظم، وهذا من فضل ربنا، فنحمد الله على هذه النعم الغامرة وعلى ما من به علينا من خير عظيم لا نستحقه بحولنا وقوتنا وجهدنا، ولكن بفضل ربنا. ونؤمل ونرجو من ربنا إذ وفقنا لهذا أن يتقبل منا، فنسأل الله أن يتقبل منا جميعا ما بذلناه من الجهود في نشر العلم وفي طلب العلم وفي إقامة هذه المجالس. ثم أتوجه بالشكر الجزيل لمعهد الإمام البخاري على هذه الجهود التي تعودنا عليها في كل سنة، وهي إقامة هذه الدورة والعناية بالتأصيل العلمي لطلاب العلم، وعلى رأسه مدير المعهد الشيخ أحمد فايز الذي يبذل الجهود الكبيرة في إدارة هذا المعهد وفي نشر العلم في ربوع هذه البلاد من خلال هذا المعهد الموفق، وإقامة هذه الدورات في تواضع وفي إحسان وكرم وجود، فجزاه الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يعظم أجره وأن يبارك له في عمره وأهله وأولاده وهم يعملون معه في إدارة المعهد، أهله وأولاده كلهم في خدمة هذا المعهد. حقيقة لا نملك له إلا الدعاء، وأنا لا أحب الثناء في الوجه، ولكن أذكر بهذا الخير ليدعى للشيخ ولأولاده ولأهله، وكذلك الإخوة الذين يشاركونه في إدارة المعهد وفي القيام على هذه الدورات، والذين عرفنا منهم الاجتهاد والنشاط، وكلهم يدعى لهم. وهذه الدورة على وجه الخصوص جميعا علينا حق الدعاء لمن نظمها، لأن استفدنا منها من يدعو هيئت له الدعوة وهيئ له الطلبة وهيئ له المكان، والمتلقي هيئ له ذلك ليتلقى، فنحن جميعا ندين لله عز وجل بهذه النعمة والشكر، ثم نشكر من أعاننا على هذا الأمر وندعو له. وأنا أحثكم على كثرة الدعاء للقائمين على هذه الدورة لإحسانهم إلينا. وعلى وجه الخصوص يعني ما شعرته منهم من حسن الاستقبال والضيافة التي فيها نوع مبالغة، نسأل الله أن يغفر لهم، ولكن دائما الاجتهاد في الفضل خير من الاجتهاد في التقصير، وإلا فقد بذلوا الواجب وزيادة، ونسأل الله عز وجل أن يزيهم عنا خيرا وأن يتقبل منهم وأن يثيبهم على جهودهم. وأشكر أيضا الإخوة الأفاضل يعني طلاب العلم الذين حضروا هذه المجالس، وهم طلاب علم وفيهم بل كثير منهم في مصف العلماء، ولكن لتواضعهم حضروا تشجيعا لإخوانهم وتشجيعا يعني الملقي لهذه الدروس، فهذا من فضلهم ومن كرمهم،
وإلا في الكثير منهم قد لا يكون لديه زيادة تحصيل بهذه الدروس، ولكن هذا لتواضعهم، فنسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيرا. ومما أشيد به في هذا اللقاء ما لاحظته من تآلف الإخوة والتحاب فيما بينهم، وهذا والله يفرح به كل مسلم عندما نرى إخواننا من أهل السنة والجماعة ممن ينتسبون للمنهج السلف وهم في تحاب وفي تواد وفي تراحم، وكل واحد منهم يشتاق لأخيه وإذا رآه أظهر الفرح بلقياه، فهذا خير عظيم. الأخوة الإيمانية والأخوة الإسلامية هذه صلة عظيمة لن تنتهي في هذه الحياة، بل ستمتد إلى يوم القيامة. يشفع المؤمنون بعضهم لبعض، وقد جاء في الأحاديث أن بعض المؤمنين في الجنة يقولون إن فلانا كان معنا يصلي ويصوم معنا، فلا يزال المؤمنون يشفعون فيه حتى يشفعهم الله فيه ويدخله الجنة. فهذا من التعاون بين المؤمنين حتى في الجنة، يعني لن تنقطع هذه الصلة. وهذا الذي نؤمله في صلتنا بإخواننا، أنها علاقة لن تنتهي في هذه الحياة، بل ستمتد إلى يوم القيامة. والمؤمن كلما استكثر من إخوانه المحبين له في الله وأهل الفضل يرجى له خير، لأن هؤلاء هم صفوة الناس، وهذا العلم يحمله من كل خلف عدوله، وأفضل الناس في كل عصر هم طلبة العلم، وهم هؤلاء الذين نحن نجالسهم، وهم يعني من يقوم بحمل لواء الدعوة في هذا البلد، الدعوة الصحيحة. نحن عندما نقول الدعوة هي الدعوة الصحيحة، دعوة أهل السنة، وأما من يتكلم بلسان الدعوة وهو مخالف للسنة ويقرر البدع فليسوا هؤلاء بدعاء، بل هم منفرون عن الدعوة الصحيحة. لكن إخواننا من أهل السنة، إخواننا السلفيين الذين يعني نحبهم في الله ونرى اجتماعهم على هذا الخير، هم الذين يحملون لواء الدعوة، وهؤلاء يفرح بهم ويفرح باجتماعهم. وأؤكد على ما ذكرته في الدورات الماضية وأقرره هنا، أن أقول ائتلفوا ولا تختلفوا، فإذا وجد بينكم خلاف في مسألة من المسائل تشاوروا فيما بينكم، يراجع بعضكم بعضا، كل واحد منكم يبين الحق لأخيه، فإن قبل الحق الحمد لله، إن لم يقبل فلا يزال أهل العلم يختلفون من قبلكم ولم يتهاجروا ولم يتقاطعوا. اختلف الصحابة رضي الله عنهم، اختلف التابعون، واختلف أئمة السلف، ولا يزال العلماء يختلفون. والذي درس منكم في الجامعة الإسلامية رأى اختلاف المشايخ الذين يدرسونه، يدخل على الشيخ فيسأله عن مسألة فيجيب بجواب، يدخل على الشيخ آخر فيسأله فيجيب بجواب آخر. فما كان طلبة العلم يعني يفرقون بين المشايخ اختلافهم في الإجابة ويفرقون الأمة ويحزبونها، وإنما هذا من طريقة أهل البدع من الخوارج والمعتزلة. أما أهل السنة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، فإذا بينت ما لديك بالدليل ونصحت لأخيك برئت الذمة، ولا تهجره ولا تقاطعه، لأن واجب الإنكار حصل، والمقاطعة لا تكون إلا عندما تكون هناك بدعة تخشى من مخالطة هذا المبتدع. فنحن لا نرى مجالسة أهل البدع ولا مخالطة أهل البدع، لأن مجالستهم فيها ضرر على من يجالسهم، إلا من كان لديه علم يستطيع أن يؤثر فيهم ولا يتأثر بهم ويدعوهم إلى الخير. فقد ناظر علي رضي الله عنه الخوارج، وناظر ابن عباس الخوارج، وناظر عمر بن عبد العزيز غيلان الدمشقي، وناظر الإمام أحمد أهل البدع، وناظر الشيخ الإسلام بن تيمية أهل البدع، وهذا يكون في مجالس. فإذا وجد من أهل العلم لديه قوة في العلم وفهم ويجالس المخالفين ليؤثر ولا يتأثر وينصحهم ويزيل عنهم الشبه، فإن هذا طيب. ومن ضعف عن هذا فليس له أن يخالط أهل البدع ولا أن يجالسهم، لأن في مجالستهم الضرر على من يجالسهم. وأما الخلاف الذي يقع بيننا نحن معشر أهل السنة
وكلنا على أصول السنة، لكن قد تختلف، نختلف في مسائل جزئية أو في مسائل في مقام الدعوة، فإن هذا الخلاف لا ينبغي أن يكون سبباً للتفرق وللتحزب والتعصب، وإنما نأتلف على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينصح بعضنا لبعض، وإذا أديت النصيحة فهذا هو الذي يعني تأتلف به القلوب. سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، سأله الشيخ عبد الله العبيلان، ولعلكم سمعتم هذا التسجيل، قال له يا شيخ عبد العزيز، أنت ممن وفقك الله والناس كلهم تقبل قولك وتحب يعني ما تطرح ولك قبول، فما هو السبب؟ فقال الشيخ رحمه الله، أنا أبين الحق للناس ولا أشدد على الناس فيه، سواء وافقوني أو خالفوني، لكني أنصح، ومنذ أن عرفت الحق فلم أجامل فيه، أبين الحق. فهذا الذي بلغ به الشيخ، أنه ينصح الناس ويبين لهم الحق، لكن بعد ذلك لا يتابع من وافقني من خالفني. بعض المدرسين يفرق بين طلابه، يلقي الكلمة بعد ذلك يأتي من وافق من خالف، قال فلان يقول الشيخ أخطأ، قال أحضروه، لماذا تخطئني، أهجروه، افعلوا به كذا. هذا ما ينبغي، ولا ينبغي لنا أن نفتش عن الطلاب من الموافق من المخالف. يأتي طلاب ويأتيني أحد الطلاب، قال يا شيخ أنت عندك فلان يحضر في المجلس، تراه مخالف لك، تراه يحضر عند فلان. قل دعه، لماذا تخبرني بها، ما جاء إلا ليطلب العلم، دعه يستفيد، حضر عندي وحضر عند غيري، لا نمنع من هذا. وبل أن كنا في مرحلة من المراحل يعني عقدت مجلس خاص لطلاب العلم، لكبار طلاب العلم، وقلت أنتم إخواني، والكلام الذي يقال في المجالس العامة ليس كالذي يقال في المجالس الخاصة، فهذا المجلس لكم، ناصحوني وأناصحكم، أسمع منكم وتسمعون مني، وقد أقول لكم كلاما لا أقوله في المجالس العامة، ليس لأن هذا الكلام يعني باطل، ولكن لأن العامة قد لا يفقهونه، وأنتم طلاب علم لديكم من الفقه والفهم، وأقبلوا منكم، فحصل خير كثير في مجالس يعني نصف شهرية، وسمعت منهم واستفدت منهم واستفادوا مني، وكانت المجالس يعني يسودها الصراحة مع الاحترام. فمرة من المرات جاءني أحد هؤلاء وقال يا شيخ أنا أحضر عندك وأنت تحسن الظن بي، ولكن ترى أنا أحضر عندك وأحضر عند فلان من المشايخ من أهل السنة الذين يخالفونك، وأنا ما أحببت أن أخادعك، أردت أن أبين لك. قلت وما الذي يضرك؟ قال لي أني أحضر عندك وأحضر عند غيرك. قلت ما الذي يضرك؟ قال أنا أحببت أن لا أخادعك. قلت أنت لست بمخادع، أنت الآن بينت لي وقل جزاك الله خير وأهلا وسهلا، وأنا أحرص عليك الآن أكثر من ذي قبل، لأنك من إخواني وأرى فيك الفهم وأرى أن فيك حرص، كونك تحضر عندي وتحضر عند بعض إخواننا ومشايخنا والذين يخالفون، هذا ليس بمعصية، وإنما تستفيد منه وتستفيد مني. فينبغي أن نزيل هذه الوحشة من قلوب بعض الطلبة، يظنون أننا نحجر على الناس، أو أقول ينبغي أن يحضر عندي والذي لا يحضر عند غيري ليس بطالب علم. لا أبدا، لا نحجر على طلاب العلم، بل ولو وجد من يتكلم فيه ويقول فلان فيه وفيه وحضر مجلسي لا تخبروني به حتى يبقى القلب سليما، وأنصح له وأبين له. وأنا يعني دائما أقول أنا لا أدعو لنفسي، أنا لا أدعو لنفسي من أجل أن أمدح، لكن أنا أدعو إلى السنة، فمن أخذ بها فجزاه الله خير، ومن تركها إنما ترك السنة. أما قولي الذي ليس عليه دليل، لا يجوز لأحد أن يلزم الناس بقول قاله ليس عليه دليل، بل نقول كما قال السلف، قال الأئمة من قبلنا، إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا وجدت مسألة دل الدليل على أنها حق فهذا هو الذي أعتقده وأدين الله عز وجل به. وقد كتبت يعني في كتابة لسماحة المفتي لما أشيع ما أشيع، قلت أن الذي أعتقده وأدين الله عز وجل به في مسائل التكفير هو كذا، وفي مسائل الهجر هو كذا، وفي مسائل كذا وكذا، وقرأتها على الشيخ، قرأت بحضوري، فقال الشيخ جزاك الله خير أنا أوافقك فيها. قلت الحمد لله،
ثم ذكرت في نهاية هذه الرسالة قلت وأنا أعتقد أن مذهب السلف ومنهج السلف هو المنهج الصحيح، وأنا موافق للسلف في كل ما اطلعت عليه من كلامهم، وما لم أطلع عليه من كلام السلف فأنا أقول به لعلمي بأنهم على الحق وأن من خالفهم من أهل البدع على باطل. فأنا على سبيل الإجمال والتفصيل متبع للسلف فيما عرفت من أقوالهم، وما خفي علي من كلامهم الذي لم أطلع به فأنا أدين الله به، والله عز وجل يعذرني بعدم الاطلاع عليه، لكن متى ما اطلعت عليه فأنا أقرره وأدين الله به، وأبرأ إلى الله من كل بدعة، أبرأ إلى الله من كل بدعة، من بدع المرجئة وبدع الخوارج ومن بدع المتهاونين مع أهل البدع ومن بدع المشددين على أهل السنة. أسلك مسلك التوسط والاعتدال في معالجة الأمور وفي النصح لإخواني، وإن ظلمني أخي لن أظلمه، ومن بدعني لن أبدعه، وقد يمدحني رجل مدحا بليغا ويبالغ في مدحي وقد أبدعه لأني أرى أنه مبتدئ، وقد يبدعني رجل لا أبدعه لأني لا أرى أنه مبتدئ. فمدح الناس لي وذمهم لي لا يتعلق به عندي حكم شرعي أحكم به إلا أن يبدعني على السنة، فتبديع رجل من أهل السنة من غير دليل فإن هذا يدخل في البدع، لكن لحظوظ النفس فتعودنا من السلف أن من تكلم في الرجل لا يتكلم فيه لأنه تكلم فيه، لكن من بدع أهل السنة فهذا شأنه خطير وهو الذي سلك مسالك أهل البدع. فأنا أدعو لإخواني وأبين في كل مجلس بحسب المناسبة المنهج الذي أسير عليه والطريق الذي أدعو إليه، وأدعو إليه إخواني أن يرفقوا بإخوانهم وأن يتآلفوا على السنة وأن يعفو بعضهم عن بعض، وأنا أعفو عن كل من تكلم فيه بشبهة أو بجهل، وأما أهل الأهواء فأمرهم إلى الله عز وجل هو الذي يتولى حسابهم. أخيراً أختم بأن ما درسناه في هذه الرسالة ما هو إلا تقعيد وتأصيل لأصول هذه المسائل، وهناك فروع ومسائل كثيرة متعلقة بمعاملة ولاة الأمر لم نتعرض لها، ولكن هذه الرسالة إنما هي في مقام ما يتكلم به الحاكم مما يتعلق بفعله بنفسه أو ما يأمر به غيره، والضوابط المتعلقة بأمره بالطاعة أو بمعصية محصورة في هذا الباب. أما المسائل الأخرى المتعلقة بولاة الأمور ومعاملة ولاة الأمور والنصوص التي جاءت بذلك فهذه يعني مقامها مقام آخر، ولكن هذه الرسالة في موضوع معين بحسب عنوانها، وهي في سبر أحوال الحكام وما يشرع فيها للرعية من الأحكام. نسأل الله التوفيق الجميع هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على كلماته الأخيرة القيمة في هذه الدورة، ونرجو من فضيلة الشيخ الزيارة الرابعة لمثل هذه المناسبة بل بعدها مرات وكرات لما تبقى مما أشار إليه الشيخ من العلم النافع. فأقول وأشكر الحاضرين من الأساتذة والإخوة لمتابعتهم وحرصهم لهذه الدورة، ونختم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.